بسم الله. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس. كنتلاقاو في نوفيل فيديو ان شاء الله. هاد الفيديو غادي تكون فلوغ بلس، غادي نشرح لكم التجربه ديالي مع التقويم ديال الاسنان، بلس غادي نعطيكم نصائح كيفاش تعاملوا فاش تكونوا دايرين لي باك، الماكله اللي تاكلوها في اول اسبوع، كل شيء غادي تعرفوه. مي اول حاجه غادي نديكم معايا بعدا لبلاصه فين كاين دونتيست اللي كنمشي عندو، دكتور المراني صراحه معروف. اونتر بارونتيز، هاد الفيديو البنات ماشي اشهار، هذا غير بغيت نشارك معكم حيت بزاف منكم قالوا لي في الانستغرام وحتى في يوتيوب، ساره شاركي معنا التملي درتي لي باك، عند من مشيتي، واش طبيب زوين ولا لا. فاليوم غتعرفوا كلشي. يلا نلبسوا حوايجنا عاد نمشيو. خرجت البنات ان شاء الله غير نمشي للدار نشرح لكم كل شيء. وهنا رجعت لكم البنات، درت على الفلوغ يمكن شي 2 جوغ بحكم ما لقيتش الفرصه كاع نصور لكم ولا نجلس نهضر معكم ونشرح لكم شنو هي التجربه ديالي مع تقويم الاسنان. وغادي نعطيكم فريمون النصائح حيت بزاف ديال البنات سولوني، ساره شحال درتي لي باك، دونتيست يكون مزيان، واش هذا دونتيست ولا صانع اسنان، حيت كاينين اللي كيديروا لي باك. دونك بزاف ديال الاسئله اللي وصلوني، فقررت ندير لكم شرح كامل في هذا الفيديو على تقويم الاسنان وبالضبط شحال درت تقويم الاسنان. اوكي، اول حاجه البنات، انا دابا هادي عام تقريبا باش بديت كنمشي عند الدكتور المراني اللي كاين هنا في مكناس. بعدا اونتر بارونتيز البنات، كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، هذا راه ماشي اشهار، مي بحكم باغا نشارك معكم غير التجربه ديالي فقط. فكما قلت لكم البنات، اول مره غادي نبدا عند شي دكتور، بديتو قبل كورونا، بديت درت الكورتاج لي 6 سيكتور عندي هنايا ديال الحم بحكم انا مريضه باللثه، يعني كيسيل لي الدم، كتخرج ريحه خايبه، كيبقى لي الدم حاجهكم كيتكبد لي هنايا. دونك كنت كنعاني بزاف. مشيت عندو، دار ليا فريمون بحال حيد لي داك الدم الزائد، ما بقاش كيبان لي هنا التنفيخات قبل كورونا، وداز شي 2 يعني مور كورونا، ورجع ليا داك الشيء حيت ما كنتش كنعرف كيفاش نحك سناني، شنو هو الدونتيفريس اللي نستعمل، لا با دونتيفريس اوسي، لو بان دو بوش، شنو ناكل شنو ما ناكلش، بزاف ديال الحوايج. ديجا البنات قبل ما يتوفى بابا الله يرحمه كنت كنعاني من فمي بزاف، واحد الصيف البنات دوزتو غير مع الدروس. فمور ما توفى بابا الله يرحمه، يا ربي ترحمه وترجعلو من اهل الجنه وترحم جميع اموات المسلمين، تقريبا شي 3 شهور ابخي مشيت عند هاد الدكتور اللي ديجا اختي متبعه عندو، وتا انا ديجا كيما قلت لكم مشيت عندو. فعاود دار ليا واحد لا فيزيت وقال ليا عندك لي سوان،
قال يعني يا البنات عندي فمي خصو الخدمه، سيتادير كانت عندي واحد السوسه شي حاجه خصها تعمر شي حاجه خصها تحيد. عاوتاني دار لي الديتاتراج اللي هو اهم حاجه، واخا تكوني ما غديريش لي باك ومخا ما غاديش تبغي تمشي عند شي دكتور، ضروري ديري الديتاتراج او موان جوج مرات وتبقي تعتني بفمك. فهي هذيك البنات فريمون طاحت عليا شي 5000 درهم ديال لي سوان. هو البنات اللي عنده لا ميتويل بحال دابا بابا ولا ماما عنده لا ميتويل، لي سوان غادي يردوهم ليكم، اما لي باك ما كيتردوش لا ميتويل غير الا كان عندك قل من 16 عام او لا 15 عام، حيتاش لورتودونتي كيتعتبر بحال التجميل. لي سوان كيتردو في لا ميتويل، دونك هذه معلومه غادي نزيدها لكم. ديجا هاد الدكتور اللي كنمشي عندو انا كيصايب لك اوراقي اي حاجه خاصك كيقادها معاك، هادي شي حاجه مهمه البنات. دونك درت لي سوان يعني كاملين، بقات لي درس العقل ب 1500 درهم جو بونس خصني نحيدها، مي حتى تبدا تفتح ليا صافي. ابري درت لي باك صراحه بالضبط بالضبط، ما غاديش نقول لكم الثمن بالضبط، علاش؟ لانه كل وحده والفم ديالها، حيت انا اختي يسرى درت لي باك اكثر مني، انا ما كانش عندي عوجاج في الفم اكثر، يعني كانت عندي غير سنه هنا معوجه وكانت عندي هنا سنه طالعه، وكان هاد جوج سنات كانت بحال قلتو هكا دايرين، فهمتوا؟ يعني كان حتى ما باقي كانوا سنان مقادين، داكشي علاش درت لي باك الفوق والتحت، يعني كل واحد الثمن المناسب ليه. داكشي علاش فاش كتمشي في لا فيزيت يعني كيدير لك الثمن اللي غيكون مناسب ليك. ثاني حاجه غنشرحها لكم هي التجربه ديالي انا مع لي باك، كانت شويه صعيبه البنات لانه انا كنت مريضه بالتا، كان فريمون راسي كيضرني، كنبغي غير نعس. الاسبوع الاول ندمت حيت درت لي باك، قلت ما نقدرش نتاقلم معاهم، مي دابا راه تقريبا اكثر من 10 شهور تاقلمت والحمد لله والشكر لله. خص غير شويه الصبر، كاينه البنات اللي ما كيضروه لي باك، يعني الاسبوع الاول الاسبوع الثاني ما كتقديش غير تاكلي ولكن ما تيضروهش لي باك. حتى انا البنات ما ضرونيش ولكن ما قدرتش نتاقلم بهم، يعني حتى صبرت والحمد لله ابري ما حسيتش بهم. الثمن ديال لي باك البنات انا كانوا طاحوا عليا تقريبا 16000 درهم، الا ما خفت نكذب حيت ما بقاتش ليا الورقه، 16000 درهم طاحوا عليا لي باك، تقريبا هي 1,120,000 ريال، ما مأكدش البنات واش كثر واش قل، ما مأكدش مزيان لانه كما قلت لكم ما بقاتش ليا الورقه، ولكن نقلب عليها وغادي نكتب لكم الثمن اكزاكت. دونك هذه حاجه الاولى. حاجه الثانيه لي سوان كانوا طاحوا عليا ب 5000 درهم كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، مي الحمد لله بكل شيء كيخلفوا. الحاجه اللي غادي تحتاجوها مع لي باك هي واحد يعني مكملات كما كنقولوا، انا ديما كنحتاجهم، هما لا بات دونتيفريز ديال باروجيل، في الاول كنت دايره بريزيدون مي دابا دايره باروجيل، لا كولور ديالها في الموف هي خصيصا ديال لي باك. ثاني حاجه باروجيل الاحمر البان دو بوش والدونتيفريز، هادو بجوج البنات كيعاونوكم على اللثه الا كانت عندكم مريضه، الا ما كانتش عندكم مريضه جو بونس كديروا البلو باروجيل البلو ولا بريزيدون اللي فيه الموف مغلوق. هادو البنات فريمون كيخليو الفمكم ما فيهش الريحه، كينقي لكم فريمون اسنانكم، ما كيبقاش الكالكير، انه الكالكير البنات هو اللي كيدير ريحه خايبه، واخا كتحكي سنان كتبقى ديك الريحه خايبه. ثالث حاجه البنات غنقولها لكم من المكملات هما واحدين غادي نخلي لكم لا فوتو ديالهم هنايا، كتحكي بهم ما بين سنه وسنه، الا كنتي دايره لي باك كاين هذا النوع، ولا كنتي ما دايراش لي باك كاين هذا النوع. دونك هادو البنات ضروريين لانه كما قلت لكم واخا كتحكوا سنانكم تيبقى ما بين سنه وسنه داك الوسخ، فداك الوسخ فاش كيتزاد كيعطي ريحه خايبه وكيولي كالكير. صافي هادشي اللي كاين البنات. انا يا البنات راه دابا هاد الشهر عطاني تريتمون ديال لي زيلاستيك، ما قديتش نديرهم لانه فاش كنديرهم ما كنقدرش نهضر مزيان، داكشي علاش حيدتهم، قلت تنسالي الهضره عاد نديرهم حيت خصني نديرهم 24 ساعه على 24. اخر حاجه البنات غادي نهضر عليها هي الاسبوع الاول شنو الماكله اللي تقدي تاكلي، لا سوب البنات، الحريره. انا كانت جاتني البنات في الاسبوع ديال رمضان، فداكشي علاش كنت كناخذ لا سوب، كنت كناخذ حريره، كنت كناخذ بيضات مسلوقين،
اولا بيض طايب. كنت كناخد واحد كروكي تاع البنات كانت كديرهم لينا ماما الله يخليها لينا يا ربي. واحد ديجا شاركتو معكم هما بطاطا وفيهم طون فيهم فرماج وكتكوريهم وكديرهم بلا شابلوغ. هذوك البنات رطب هما اللي نفعوني والله في الاسبوع الاول. خال البنات لي باك راه كيضعف كيما غتشوفوني ضعفت بزاف بزاف. انا شخصيا لي باك ضعفوني يعني تبدلت. الا مشيتو شفتو في الفيديوهات اللي قبل كنت شويه غليظه يعني من بعد فاش درت لي باك شويه رقاقت وضعفت ولكن ما عليناش الحمد لله والشكر لله بصحه جيده. كنتمنى من الناس اللي مرض يتشافاو. اموات المسلمين يا ربي ترحمهم. الناس اللي مزيانين ديما قولوا الحمد لله وصافي. هادشي اللي كاين كنتمنى نكون عطيتكم المعطيات الكامله التجربه ديالي الكامله مع لي باك. شنو خصكم ديروا شنو ما خصكمش ديروا ولا كان عندكم شي تساؤلات خليوها لي في لي كومونتير. كنتمنى هذا الفيديو تعجبكم. السلام عليكم.